توبة كاذبة. قال منصور بن عمار: كان لي صديق مسرف على نفسه ثم تاب، وكنت أراه كثير العبادة والتهجد، ففقدته أياما، فقيل لي هو مريض، فأتيت إلى داره، فخرجت إلى ابنته، فقالت: من تريد؟ قلت: فلانا، فاستأذنت لي، ثم دخلت فوجدته في وسط الدار، وهو مضطجع على فراشه، وقد اسود وجهه، وازرقت عيناه، وغلظت شفتاه، فقلت له وأنا خائف منه: يا أخي، اكثر من قول لا إله إلا الله، ففتح عينيه، ونظر إلي شزرا، وغشي علي، فقلت ثانيا: يا أخي، اكثر من قول لا إله إلا الله، ثم ثالثا، ففتح عيني وقال: يا أخي منصور، هذه كلمة قد حيل بيني وبينها، فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قلت له: يا أخي، أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام؟ فقال: كان ذلك لغير الله، وكانت توبتي كاذبة، إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به، وكنت أفعل ذلك رياء الناس، فإذا خلوت إلى نفسي أغلقت الباب، وأرخيت السطور، وشربت الخمور، وبارزت ربي بالمعاصي، ودمت على ذلك مدة، فأصابني المرض، وأشرفت على الهلاك، فقلت لابنتي هذه: ناوليني المصحف، وقلت: اللهم بحق هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني، وأنا لا أعود إلى ذنب أبدا، ففرغ الله عني، فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه من اللهو واللذات، وأنساني الشيطان العهد الذي كان بيني وبين ربي، فبقيت على ذلك مدة من الزمان، فمرضت مرضا أشركت فيه على الموت، فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار على عادتي، ثم دعوت بالمصحف فقرأت فيه، ثم رفعته وقلت: اللهم بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني، فاستجاب الله مني وفرج عني، ثم عدت إلى ما كنت عليه من اللهو، فوقعت في هذا المرض، فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كما تراني، ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه، فلم يتبين لي حرف واحد، فعلمت أن الله سبحانه قد غضب علي، فرفعت رأسي إلى السماء، وقلت: اللهم بحرمة هذا المصحف، ألا ما فرجت عني يا جبار الأرض والسماء، فسمعت كأن هاتفا يقول: تتوب على الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت، فكم من قربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت، أما تخشى بأن تأتي المنايا، وأنت على الخطايا قد دهيت؟ قال منصور بن عمار: فوالله ما خرجت من عنده إلا وعيني تسكب العبرات، فما وصلت الباب إلا وقيل لي أنه قد مات.